واحد السؤال قالوا لي، ما عرفتش واش سمعتي بسيمو لايف سي محمد بعبيت اللي كان حي من هنا. من بعد كان صورني واحد الولد واحد المره قلت له ودي ما ديش عليا الجهه ديالي ما عرفش سيمو لايف من الناس اللي كنحييهم اللي خدموا في التجاره الالكترونيكيه وكيدير عمل جميل جدا، ولكن كاين واحد الخصام بينه وبين واحد الشخص اخر امير رغيب اللي هو محترف في هذا الشيء ديال لافورماتيك، وبيناتهم واحد الخصام اللي هو علني وخصام من واحد الطرف امير رغيب كيخاصم، كانوا صحاب ودابا تخاصموا بجوج، وقالوا لي انا قالوا لي طلب الشيخ واش يقدر يدخل باش يصاحب هاد الاصدقاء اللي كانوا اصدقاء سيمو لايف. وانا كنسولك انا ما كنقولش يدخل ولا ما يدخلش، انا ما هما سولوني انا كنعطيك السؤال. انا راك عارف خويا طارق ان فحال الشكل ديالك حتى انايا يعني كاين شي تفاصيل ديال هادشي ديال لي ريزو سوسيو ما تلقانا ما كندخلوش ليهم، يعني الا ما جاش شي واحد وقالهم لينا ما انا كنعرف امين رحيم ابار ماشي شخصيا كنعرفه انه تحرك بزاف هادشي ديال السوبور تكنيك الى اخره فعلا فعلا ومن بعد عرفت هاد الاخ هذا اللي يقول لي سيمون انستالي هو قيل يمكن فلاشين يمكن ولا لا تايلاند ولكن دابا كاين في المغرب، ولكن كاين واحد الخصام دابا كبير والناس طلبوني قالوا لي قولها للشيخ. انني جوج ديال المسلمين يكون بيناتهم شي شويه ديال التشاش واننا نسعوا في الصلح بيناتهم اخويا الله يجعل هذا الاجر من نصيبنا، لكن صراحة ما عمرني ما تواصل معايا شي واحد فيهم لا الاخ سي محمد ولا الاخ امين، يعني لو تواصل معايا فيهم شي واحد يقول لك مثلا نديروا مثلا شي جلسه ولا واخا غير نتشافوا في الزوم ولا شي حاجه ما لا الراس والعين مرحبا ما الله يا ودي نصالحوا اصلاح ذات البين هذا راه من قمه ديال الاجر، لكن اننا نمشي وانتم غادي عند عباد الله جي وانتم مالكم خاصمين الى اخره اجي نصالحكم هذا كيدخل في اطار انك غادي تلاح لشي شبوقات اللي ماشي ديالك انت اول حاجه يا اما يقول لك شكون اللي قال لك حلال، وخصوصا العالم هذا ما دخلوش انا بزاف انا ما مخالطوش بزاف فما عرفش نوعيه المشاكل اللي طاريه، واش بنادم عنده استعداد انه مثلا اذا كان مخاصم واش عنده استعداد انه يعاود يتصالح الى اخره، حتى هذا البرانسيب ديال نتناقروا مثلا في لي ريزو سوسيو هذا ما رابح فيه حتى واحد كلاسات واش كيما يعني لا سر لا ملحه، هذا الواحد خصو يترفع على مسائل بحال هذا الشكل. حنا كلنا الغرض منا كي قلت يا خويا طارق في البدايه الغرض منا اننا نخليو واحد لونترانت بوزيتيف ونتوكلوا على الله ونمشيو، انني نوض نقول حق لا هذا دار لا ما دارش ما عرفتش كتجيني ضياع الاعمار وضياع الاوقات والطاقه، وربما الناس اللي اذا كنت انت مثلا عندك ناس كثار متابعينك ربما الناس اللي متابعينك في غنى على هاد المتاهات هذه انا محتاجين والله ربما ان والله سياسيين انا سياسيين انا والله ما في حياتي داير واحد بحال داير واحد الدستور الحياه ديالي اللي هو الا ما كنتش غنقول خير فالاصمت، الا ما كنتش غنقول شي حاجه اللي فيها قيمه مضافه اللهم كنت عباده اخويا هذه عباده اخويا طارق اترفع عباده عباده الانسان كياخذ على الاجر، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني مساله متعلقه بالايمان يعني هذه عباده، يعني اذا كان الايمان مساله قلبيه هذا السلوك خاصو يبان، فقال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هذا السلوك فليقل خيرا او ليصمت، يعني احنا كنعبدوا الله بقول الكلام الطيب وكنعبدوا الله حتى بالصمت، يعني ملي كيكون الهراج ميض الا انت شديتي فمك عندك باش ما تقولش شي حاجه اوجه راه كتاخذ عليها صدقه، جا الصحابي قال لي يا رسول الله قال لي دلني على ابواب الخير قال لي تفعلوا كذا قال لي الا ما لقيتش، والصحابه كانوا ديما كيمشيو مع النبي عليه الصلاه والسلام ليكستريم باش يخرجوا منه اقصى حاجه ممكن يديروها ويربحوا فيها الاجر، كانوا صحابي كانوا قناصه كانوا سنايبر في الاجر الهيد شوت يعني كيضربها كيضرب ديك اللي ما تزقلش غنديرها ندخل الجنه، فكيقول لي تفعلوا كذا كيقول لي لا ما لقيتش كيقول لي تصنعوا لاخرك كيقول لي لا ما عنديش كيفاش كيقول لي تعينوا فلان ما كانش كيقول لي تقول كلمه طيبه والو ذاك الصباح فايق ما فياش تبسمك في وجه اخيك صدقه ما عنديش القناه ديال نتبسم
قال لي فكف شرك عن الناس فإنه لك صدقة. سبحانك. يعني شوف وصل معاه، انت راه ما غتعبدش الله بالفعل، انت غتعبد الله بالترك، انك تترك. قال لي تكف شرك عن الناس فلك به صدقة. وكي قلت لك يعني إذا كنت انت من إذا كان الإنسان من النوع اللي كيستافدوا الناس من الخرجات الإعلامية ديالو، مثلا بحال الأخ أمين رغيب، الناس كتستافد بزاف من داك السيبورت تكنيك اللي كيعطيهم، كيسولوه ملي وقع ليا مشكل في كذا كيفاش ندير. الا عندك الناس تابعينك بزاف تيستافدوا معاك في واحد المجال معين، ما تدخلش انت في صداعات، حيت الا الناس متابعينك وكيستافدوا معاك بزاف كن على يقين انه غيجيو عباد الله غيبغيو يمشوا فيك. يقدر مثلا يقدر يجي واحد النهار شي واحد يقول لي الطريق اللي درتي مع ذاك النهار اللايف راه قال شي حاجه ربما ما هياش عليك انت الى اخره، كانه ما قالش وكانني ما سمعتش. انا كنعطيك واحد القضيه، شوف لا قلت فيك هز اخويا التليفون وعيط ليا قول لي واش قلتي داك الشيء وغنجاوبك نقول لك واش قلت ولا ما قلتوش. باش تكون سهله وسهله مهله كطفيها كطفيها براسي، اولا غنقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، غنقول ما يمكن نجاوب خويا طارق هذاك ما يمكنش يقول فيها الهضره، وسدات الهضره وسالينا. اما غادي نقول العبد ديال الله وبنادم علاش قال الى اخره ونخرج ندير عليها مباشر، طارق يقول هذا مال وسخن علينا على والو الى اخره، غايشد حتى هو يدير عليها مثلا مباشر والفيلم غيبدا يكبر. وشكون هو اللي غتلقى هذاك الوسخ الاول اللي دخل ما بين الضفر واللحم هو اللي جبد النحل هذا. فكتقول لي اخويا الناس متابعينك تيستافدوا معاك في واحد المجال معين، خلينا من ذاك اللي كيدوز بهم الوقت، كنقول لك الا كيستافدوا معاك الناس في واحد المجال معين ما تصنط لتا شي حاجه اخرى، دخل الا غدير داكشي بشكل مباشر ديرو مباشر، الا تسجيلات كابسولات ديرهم، الا داير واحد الايميل كتجمع فيه الاسئله وكتجي واحد النار وكتجاوب على الاسئله واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه بحال كذا في لي، قضي داك الغرض وسد الباب على كاع الامور اللي ممكن تسمع يقول لك هذا راه قال وهذا دار فك وهذا دار شحال قالوا فينا اخويا. وانت ملي كنتي كدير مثلا الحملات التحسيسيه بداك الماراثون الى اخره شحال قالوا فيك بغى يطلع على ظهر المرضى والله والله شوف مازال بنادم صحيح نهاني، ولكن باش تاجر في المرضى هادشي راه ماشي معقول. وغيجي عندي انا يقول لك ها تجار الدين، تجار الدين بحال الصلاه ولا كنبيعوا الحج بالتقصير، ما فهمتش تجار الدين هذه كيفاش داير. تجار الدين كان سميتو كان شحال قالوا شحال راه جلسوا نديروا على هضرتهم مساليينش حنا هاد العجب هذا. حنا عندنا كي قلتي عندنا بصمه، عندنا دي زومبران تنحطوهم وبغينا نمشيو لعل الله عز وجل يكتب لنا اجر البارح. نيت كنتكلم مع الزوجه قلت لها كان توفى داك الشيخ عبد الله كامل المصري اللي كان توفى في كان شاد مسجد ديال نيو جيرسي في الميريكان وتوفى الله عز وجل. ولي ريزو سوسيو داروا بوم كل شيء ينعيم وتاهو الناس كترحم عليه وكذا. وقلت لها سبحان الله، قلت لها هذا باش حل احتمال ديال الناس اللي غادي يقدروا، قلت لها يتفكروني لمت انا دابا. قلت لها شنو هي اللعيبات اللي ممكن انه الواحد يديرهم دابا ويخليهم يجريو عليه من بعد من اللي يموت يتفكروا شي واحد يدعي معاه الله يرحمه كذا الى اخره. قلت لها على اعتبار انني اون فيغور اللي معروفه مثلا في لي ريزو سوسيو، حيت هذا واقع ماشي زعما طنز ولا فشوش ولا كراد، لا 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 هذا غير ديسكريبسيون، هذا وصف ديال الواقع. انا اعتبار انني اون فيغور معروف معين كونستاتاسيون تمام، يعني كونستاتاسيون يعني وجه معروف في لي ريزو سوسيو. راه الا قالوا لهم مثلا اليوم في الليل مثلا قال لك فوالا راه ياسين العمري مثلا بلغنا خبر وفاه الاستاذ ياسين العمري توفى مات لسبب من الاسباب، راه غادي تكون ضجه لانك انت سين في قول معروفه، دونك عادي ان الناس ان لله وانا راجعون الله يرحمه اللهم اغفر لنا ولا كذا. قلت لها شحال غتبقى غدا هذه الحلاوه كاع؟ يومين ثلاث ايام ايام على اقصى تقدير. قلت لها لي جون فون ريبروند لو كور ديال حياتهم. قلت لها ولادي ولادي حنا راه قلت لها فون ريبروند لو كور ديال حياتهم. قلت لها انت غيبقى شويه الالم، الالم غادي يبقى على حسب درجه القرب ديالك من ذاك الشخص، الوالده غادي تاثر، الوالد غادي يتاثر، خوتك الى اخره. قلت لها ولكن من ورا ديك الربع ايام وخمس ايام وست ايام شحال واحد مازال باقي غادي تفكر؟ على ليميت تقول لي لا دازت قدام من فيديو ديالك انت ولا شي حاجه، نقدر نقول لك الناس كتفاعل مع الفيديو ديال عباد الله اللي باقي حيه، لكن قليل هما الناس اللي ماتوا
وباقي الناس كيتفاعلوا مع الاثر ديالهم. واش غنكونوا من دوك الناس اخويا طريق؟ واش ما نكونوش منهم؟ الله يختمني لنا بالصالحات ويقيد لينا ناس اللي بقاو يذكرونا ويدعوا معنا بالخير ملي نموتوا. محل الشاهد علاش قلت هذه الكلمه هذه؟ ملي كتبدا تفكر بهذا المنطق هذا اخويا طريق، كيبقاش عندك الوقت مثالي انك تخاصم مع شي واحد تراقع معاه. انا كنقلبوا صاحبي على بلا ما نقاش، نقلبوا على الناس اللي يدعوا معنا ملي نموتوا نوضوا نتخاصموا معاهم وحنا حيين ونخليه واحد الاثار، ونخليه واحد الاثار في هذا الانترنت ما كتنساش. اي حاجه كدوز في الانترنت كتسجل كتبقى في الكلاود في السحابه ديال الانترنت. يعني ممكن تخلي واحد الاثار اللي فيه مخاصمه، فيه جدال، فيه مشاكل.